السلام عليكم، معكم فيصل الخويطر من إدارة تعليم الرياض. في مشروعي قدرت بحمد الله أني أكتشف بكتيريا نافعة وجدناها في جذور نبات شجر الزيتون الموجود في منطقة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية، قادر على مساعدة، قدرنا ننقل على نباتات أخرى وقدر يساعدها تعيش في بيئات صعبة جدا باستخدام مياه جدا قليلة، وهذا بالحمد لله contribution في بحثي، وشكرا.